انقلاب عسكري على الحكومة الشرعية ومؤسساتها، تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. حذرت مصادر حكومية من انقلاب عسكري قادم يعد له طارق عفاش وشقيقه عمار صالح في محافظة مأرب شرق اليمن. وقالت المصادر إن الخطر المحدق والقادم على الحكومة الشرعية ومؤسساتها هو من طارق عفاش وشقيقه عمار الساعيان لإعادة الحكم الأسري إلى عائلة صالح. وأكدت المصادر أن الشيخ سلطان العرادة مخترق من قبل طارق صالح، بينما وزير الدفاع محمد المقدشي مخترق هو الآخر من قبل صغير بن عزيز القيادي العسكري الموالي لعائلة عفاش. وبينت المصادر أن طارق وشقيقه عمار وصغير بن عزيز هم خلف كل العمليات التي أفشلت التقدم العسكري ضد الحوثيين. ولفتت المصادر إلى أن الخلية التي تم كشفها أمس في وزارة الدفاع وهي تقوم بأعمال تجسسية تتبع عمار صالح شقيق طارق عفاش. وكانت مصادر أكدت إلقاء القبض على خلية تجسسية تضم العشرات تحت تهمة العمل ضمن خلية تجسس جديدة يقودها شقيق طارق صالح عمار، وتتخذ من وزارة الدفاع مقرا لأعمالها التجسسية.